إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رؤية الأصابع في المنام ربما تدل بشكل عام على الصلوات الخمس، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هي خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. وإذا رأى الإنسان أن أصابعه انقطعت أو قطع شيء منها ربما يفسر ويعبر بفقد حبيب من الأقرباء، أو ربما هي مشكلة تقع بين العائلة، وحذاري من قطيعة الرحم. قال تبارك وتعالى: واضربوا منهم كل بنان. البنان هي الأصابع، فإذا قطعت الرحم ووقعت بعض النزاعات والخلافات بين العائلة، وتشابك الأصابع ربما يعبر بصلة الأرحام والوفاء، وأيضا كذلك البر والإحسان لهؤلاء الأقرباء. قال تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وإذا رأى الإنسان بأن أصابعه أصبحت طويلة جدا فربما تعبر له بطول العمر، وأيضا كذلك لأقاربه من أبنائه وبناته ونحو ذلك، وربما يدل أيضا على علمه وعمله الصالح. وإذا رأى أصابعه بيضاء فيدل على صدقاته الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وإذا رأى أصابعه سوداء منظرها قبيح جلكم الله إنما يدل على بخله وشحه ووقوعه في المعصية والآثام. وإذا رأى أصابعه قد دخلها شيء من الأذى كالشوك أو الحديد أو احترقت أو نحو ذلك، إنما هذه الأشياء كلها تعبر بشيء من الهموم النفسية والمالية والعائلية. هذا والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.